ممثلة لسيدة البلاد الأولى، أطلقت وزيرة المرأة بمدينة أبو قدام بإقليم وداي الانطلاقة الرسمية لليوم العالمي للمرأة الريفية، كذلك بحضور حاكم إقليم وداي محمد بشير أكرمي والعديد من المدعوين. تقرير ما جبرين إنجلي. كانت البداية الرسمية لانطلاقة أعمال حيثيات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية دورة عام 2017 بمركز إداري أبو قدام الواقع على بعد 18 كيلومترا عن مدينة بشا حاضرة إقليم وداي. بدأ الحفل بنشيد النساء الريفيات. أهمية هذا اليوم العالمي سمحت للمشاركات بإعداد مجمل من التوصيات وكذا تقديم خلاصة نتائج أعمال الأنشطة المختلفة التي أقيمت طيلة هذه الأيام، كما تضمنت التوصيات المقترحة برفع المطالب للجهات المعنية بالتفكير في تقوية قدرات وكفاءات المرأة الريفية بالإضافة إلى بناء مؤسسات تعليمية وصحية. حاكم إقليم وداي محمد بشير أكرمي قال إن مركز إداري أبو قدام للرحل أسس في العام 1964، وأن هذا الاختيار يعتبر فرصة للأهالي والشيوخ التقليديين للوقوف قليلا من أجل توحيد الرؤى والأفكار التي تسهم في عملية تنمية القطاعات المختلفة في هذه المدينة، كما أشاد بالخدمات التي تقوم بها المرأة بصورة عامة، متطرقا إلى جهود سيدة البلاد الأولى والحكومة وشركائها في هذا الشأن. وزيرة المرأة وترقية الطفولة والتضامن الوطني كاد إندلجم إليزابيث ممثلة لسيدة البلاد الأولى، أهم ما تناولته في الكلمة التي ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمدينة أبو قدام يتطابق تماما مع الموضوع التي تم اختياره لهذا العام، وهو استقلالية المرأة الريفية وفتح مجالات للتمويل لها. كما شهد الحفل توزيم عدات زراعية وعدوات مدرسية من طرف مؤسسة القلب الكبير وبعض شركائها في التنمية. ناقة الرعية قدمت هدية إلى سيدة البلاد الأولى من طرف تجمعات واتحادات النساء الريفيات بمناسبة هذا اليوم، لإعطاء هذه الاحتفالية لونا مقايرا ليزيد من شأن هذه المناسبة. نظمت معدبة عشاء على شرف الحضور والمسؤولين البارزين في هذه المنطقة. وحول أهمية اليوم العالمي للمرأة الريفية، فقد استطلع الزميل رماد جبيري دنجيني انطباعات عدد من النساء الريفيات. أنا جينا لأخونا في أبو قدام ده، جينا ألمنا ترانسفورماسيون بروجي قارة أربع والثلاثة ده الميم ده أنا أكل ويا السودة أنا ياتو دقيق أنا مديدي آخر سنة أنا لم آخر الثلاثة أنا لسو أنا سيرو وقلنا كل خي شيء الناد من تسي فوق أكيد من أنا ترانسفورماسيون ده إلى إيجين أليمنتير ده كان ناد ما يعرف ده ما يبقى يسي وإيجين ده بكان يبقى بروبر ناد أها نادافا يا ناد ميسي دونك سينا إيجين أنا كوربوريل ده ألمنام ورا ألمنام إيجان أنا أنفيرونمان دا أنفيرونمان دا بيشان بكان نار ميا قد يا خادم فوق دا إلى بكان دا يبقى بروبر ورا أنا أكل النار مي تسيدا أكل الانتي تشيلا تسيدا تامرغا سوال الهوان هوان دا كان مش الفول بس كان دورة راكبة ولا تقلي كله الأفن أفن دا كله تامرغا في لبا قبت تسي دا كل ألم نام ورا ألم نام بكان يمشو مش بكان كان تدوري خلاص خدمتي وتدوري تو مام كيفو غدا بكان داك يبقى بروب كابيتو هتي ام جيلي حلوكم من ابو قدام الغركما الافراح ونشكر الاخوه اللي جاتنا قاعد سوت لنا التدريب علمتنا النظافه شغل في ايدنا ما نخلوه ولا خرز في ايدنا ما نخلوه وعدلتنا عديل وشلنا اللحم جابت لينا السكاكين اللحم الوسخان سليناه شرموط النظيف شققنا نظيف وفورنا علمي وقلبنا فوقه والحرارات اي شغل
فوق جرجرنا وخلبطنا وربطت لنا سنجة وعدلنا. أنا تجمد من بنطار جيت في أبو دام سينا فورماسيون ده كتير كمام ألمنا ده كتير أما حصل أن أسست فوق ده في فورماسيون هنا لم شرموت. كما سلط زميل رماد جبرين الجيني الضوء على إحدى النساء الريفيات التي تحدثت عن الأنشطة والتحديات التي تواجه المرأة الريفية. تعيش مع أطفالها الستة وحدها زينب حسين بفريق باب السلام بأبو قدام، وهي على هذه الحالة منذ 3 سنوات بعد أن رحل زوجها. ومنذ ذلك التاريخ بدأت زينب تشهد سلسلة من المعاناة، ولتحمل مسؤولية هذه العائلة يترتب الأمر الكثير مما يصب كافة الآباء إليها. تعمل بهذه الصورة عند كل صباح لإعداد الطعام لصقارها، ومن ثم تقوم بالذهاب إلى المزرعة لمواصلة أنشطتها الزراعية. وهناك تحكي زينب جزءا من روايتها. أنا هنا المرق نهز نمشي الزراعة، من الزراعة نمشي الخطف، نجيب خطف في السوق نساوقه، نبو أخو ما عملي إيه أنا هنا أكل، حتى نجو نمشي بتان الوادي نسوي درابة، نجو حتى بتان الزر من سدة بس أنا الرايقين ده، من الحكومة ندور أخو ما هنا هماتنا الزراعة ده، كي ندور منا مطالبة، من الحكومة تسيلينا، مثل الحديد دول. أنا بحرت لنا محاريد ده وسيلنا هنا الوادي ده وألمي ندور الألمي بس أسامي همات لنا ده. إن وضع هذه المرأة الريفية يعتبر مثالا واحدا لباقي عدة حالات مماثلة لم يتم اكتشافها في هذه المنطقة، وخاصة في وسط مثل هذه الفئة الضعيفة. بحق وحقيقة المرأة الريفية تصنع الأجيال من المعاناة التي تحدث عنها زميل رماد جبرين إنجيني. نبقى في احتفالات اليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث قدمت جمعية أبو قدام للمرأة للتنمية معدات مدرسية لطلاب بعض المؤسسات التعليمية بمدينة أبو قدام. تقرير محمد أسمان بشير. إن جمعية تنمية مركز إداري أبو قدام التي تعرف اختصارا بأديسنا هي الأخرى قد شاركت بفعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمدينة أبو قدام، حيث قدمت الجمعية خلال هذه المشاركة العديد من المعدات والمستلزمات المدرسية للطلاب والمدارس وأخرى لمختلف الفرق الرياضية بمركز إداري أبو قدام، كل ذلك بهدف تحفيزهم على التمسك بالدراسة الأكاديمية التي هي أساس للتنمية الريفية، وأن ذلك يتماشى مع برامج الخطة الوطنية للتنمية. ذلك ما أكده رئيس الجمعية إسماعيل عبد الله أحمد. المرة الأولى عندما اختارت منطقتنا أبو قدام، الشيء ده لأننا كل حسانة وكنا لازم نجي نشارك مع إخواننا في جهودنا، عشان كده جينا أخواننا وشلنا نحن كل هدف من الجمعية، جينا بهدايا الغابات للمدارس وللمستشفى وللإكيبات الملعب والفوتبول. هذا وقد نظمت الجمعية في مساء ذات اليوم مباراة ودية جمعت بين فريقي الوحدة وبيليه، وقد فاز بهذا الكأس الودي فريق الوحدة.